100 مرة قلت لك النجاسة دي ما تدخلش البيت ده تاني. ارمي الكلب ده من ايدك. علي ابويا. ايه؟ في ايه؟ في ايه يا معلم؟ عمل ايه ده كله؟ اطفى ابنك علي ده وسنينه. ربنا يحميه ويحرسه بعد الشر. عمل ايه يا معلم؟ ما انتش شايفة؟ 100 مرة قلت له ما تدخلش الكلب هنا في البيت، ومفيش فايدة، ما بيسمعش الكلام. يلا بيت عدي قدامي. عيل يا معلم وما يفهمش حاجة. كلب الحراسة مش نجاسة. بس يا علي اسمع كلام أبوك، ده الأبيض في الكلاب نجس، أبويا الله يرحمه كان بيقول كده. فالح يا أخويا رايح تربي لي كلب، ده بدل ما تاخد بالك على مدرستك ودروسك يا خايب. تعالى يا شريف. قول يا ابني النتيجة هتظهر إمتى؟ بكرة أهو. الأول بإذن الله. نفسي أشوفك دكتور كده علشان ترفع راسي قدام عمك ومعلمين السوق كلهم. يا خايب اتعلم حاجة من أخوك الكبير تنفعك. شوف دروسك بدل ما أنت قاعد تربي لي في كلاب. يلا يا معلم يلا غير هدومك يلا. خلاص يا علي ما تزعلش. قلقت فوت ولا حد يمين. مش انت قلت يا شريف ان كلب الحراسه مش نجاسه؟ ما قلتش ليه لبابا؟ ها؟ ولا كل حاجه حاضر ونعم حتى لو غلط؟ ده بابا يا علي. عارف يعني ايه بابا؟ يعني هو ده اللي مزعلك يا معلم عرفان؟ مش عايزين ازعل. يصرف اكتر من 40,000 جنيه في الشهر وما زعلش، ويا ريته بيصرف الفلوس ده في حاجه عدله، الا كلها مصاريف في الهوا. ورثه عن عم الله يرحمه، هو حر فيه. اه ورثه هو حر فيه، لكن الفلوس اللي خدها دي بقى مش ورثه، دي شقايا وتعبي، شغل في السوق لحد ابويا الله يرحمه ما مات. كان فين بقى هو ساعتها؟ كان بيتعلم يا معلم حقه الشرعي. حقه يصرفه في المفيد، وحق عليه وانا اخوه الكبير ان انا وعيه. المعلم عمر مش صغير وبيعرف يتصرف. لا بيعرف يتصرف ولا حاجه. وده لو بيعرف يتصرف صحيح وعارف مصلحته كان اتجوز اللي اتجوزها دي، ست مش من توبنا. الاسم والنصيب يا معلم. عندك حق، الاسم والنصيب. راح كسر كلام ابويا الله يرحمه، وبعد ما خطب بنت ابويا صالح سابها وجي ورا البنت التلميذه زميلته بتاعت الجامعه دي. كان جرى ايه لو كان اتجوز بنت ابويا لحد صالح؟ الراجل مات وساب لها شيء وشويات، وراح جري ورا البنت بتاعت الجامعه دي المتعنطزه اللي ما حلتهاش اللظه. يعني انت يا معلم اتجوزتني عشان حلال ابويا الله يرحمه؟ الكلام الفارغ اللي انت قلتيه ده، انا اتجوزتك عشان انت بنت عمي، دمي ولحمي، هتخافي عليا وهتصونيني وتحمي فلوسي. على هون فلوسك موجوده يا اختي، لو عايزاها خديها. انت زعلت يا معلم، حقك عليا، ده انت خيرك مغرقني، ربنا يزيدك ويزود مالك ويخليك ليا يا رب. بس الفلوس مش كل حاجه، في اللي غلط. غلط يا رواية، انت اصلك قافل على نفسك في البيت وما انتش دريانه بحاجه. السوق مش كده، السوق بقى اللي معاه قرش يساوي قرش واللي ما معهوش ما يساويش، كله بالحساب. مش في الجواز يا معلم؟ لا في الجواز يا ستي، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مش قال ما معناه تنكح المرأة لأربعة؟ مالها وجمالها ونسبها ودينها، صح؟ صح. وقال كمان ما معناه ان الست اللي عندها دين احسن من غيرها. رؤية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا ونعم بالله. أثر بقى يا معلم، أثر لحسن، أنت وجعت قلبي. القلب وما يريد